الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وي خويا بدر. خويا السلام ورحمه الله. وي خويا بدر الله يحفظك. الله يكبر بك خويا محمد. الله يحفظك. الله يكبر بك. انت اللي هضرتي واقيلا. الو قبيله تسمعنا ما شنو وقع وقطعتي خويا بدر. انا بوحدي شي راه شنو نقول لك يعني ما ماين ما قادر يعني عمرك عارف كلشي ما قادر صراحة. واخ حاجة درت وقع شي حاجة مورا داكشي وانا بوحدي شي فواحد البلاصة ما يعني دريني شي يكون معايا ديما تندي معايا شي يكون معايا هو راه عارف على شي قلت معايا حيت شي الا وقعت شي حاجة هو راه يعني ما يخليكش ما يخليكش في الخلا وانت جالس يعني مجبد حتى الصباح فهمتي. دابا دابا صونا عليا قال لي علاش واش ما كاينش شي واحد معاك وهاديك الطوره ما كاين حتى شي واحد هادشي علاش طلعت غير باش نقول لك اخويا بدر يعني ما قادرش والا جيت يعني يطلع ويدوي يعني راه النص راه يبقى غير نعاس اليوم راه ما حتى واحد ما غينعس شي حاجه اللي صعيبه بزاف وكاين اللي غايقول لك انا تنبغي الصوت ديالي ولا شي حاجه يعني خلي بنادم يقول اللي بغى النهار اللي غيوقع بنادم في نفس المشكل وديك الساعه غيعرف بان يقول اه راه قالها واحد السيد فواحد اللايف اشنو قال اشنو قال اشنو قال حتى النهار اللي غتوقع الواقعه وما يلقى حر راسو ديك الساعه غيعرف كل شيء. ممكن كاع نديرو شي تجربه مع شي واحد من الناس اللي تيتفرجوا الا بغى يتطوع شي واحد نديرو مع شي حاجه مثلا ممكن بحال شي تجربه يطلع فيه جن ويدوي لا عجبك المهم اي حاجه اللي بغيتي نديرو ما عنديش المشكل هذيك غنديروها يكون جي عندك جي عندك البلاطو فين تدير اللايف ويجي هو حتى هو يحضر تمايا ودير لنا لايف مباشره دير له لايف وما تبينش الوجوه ونطلع فيه جن ويدوي وسولو كيما بغيتي وسولوه الدراري كامل كيما بغاو يسولو على اي حاجه ولكن مورا يكون فيه المس يعني ده ما كاينش اللي غامر بهذه القضيه غيكون فيه يعني اللي غيزعم اللي ما عندوش الكبده مرحبا ما عنديش المشكل ولا غير من التصويره يعني اللي قال لك دابا كاينين اللي غايقول لك لا هذا الشيء كذب وهادي يعني الا كاين شي واحد اللي تحداني يصيفط لها التصويره ديالو يصيفطها لك وصيفطها لي بريفي نعطيك في 3 ايام الا تعطل في 3 ايام تلقاه في الزنقه تيلو حوايجو هادو من الحوايج اللي غندير معاهم عاوت واللي بغى يعني باش يتاكد انا تنقول هذا الشيء يعني شي وحدين ويا بدر يعني انت جاي يعني دير الاجر وجاي انك تضيع يعني راه بنادم راه ربي اللي عالم على صحتك ملي كتسالي اللايف وكتمشي تنعس راه ربي اللي عالم شنو تديروا لك راه تيعذبوك العذاب الاليم يعني وتيجي واحد جالس متكي يخدم في الصباح على راحتو جا نعس ويقول لك لا هادشي راه كذوب هذاك خصو يعني خصو يشوف هادشي بعينيه وما يقدرش يشوفه بعينيه يعني خص شي حاجه باش يتاكد هي تحمقه باش يتاكد اما الا وريتيه شي حاجه راه ما يتهيقش نهائيا وهادشي اللي كاين اخويا بدر نتمنى من الله يعني التوفيق للجميع واللي بغى حياتو يبعد على السحر حتى شي حاجه ما غتجيك بالسحر اللي كتزوج بالسحر راه غيزوجك الجن بالسحر غتزوجي بالسحر ولكن هيجي واحد النهار الجن راه ما عمرو الجن الكافر ما كيبغيش الخير للبنادم يجي واحد النهار غتطلق يعني واخا دوزي 30 عام ديال الزواج غتطلقي يعني بلا ما تزوجي بالسحر اللي كيتزوجوا بالسحر عمرهم ما غيكملوا حياتهم بجوج هذه راه يعني نصيحه للبنات والدراري يعني بلا ما تزوج شي وحده بالسحر عمرك ما يعني تيوصل واحد المده تيجي داك الشيطان تيتعيد داك السحر تيولي الراجل ما حاملكش وتيطلقك حيت النهار الاول راه كان غير السحر اللي جعلو انك تعجبيه شي يعني اللي كيتزوج بالسحر راه ما عمره ما غادي يبقى اللي دار القبول راه عمره ما غادي يبقى له داك القبول كاينين بزاف اخويا بدر راه شي راه كاين اللي غادي غير بالقبول في هذا الوقت كاين اللي كيمشي عند ميماش الا كتفرج هنا شي ميمه حتى هي تستافد يعني هادشي الدراري الميمات كلشي كاينين دراري شباب دابا حاليا اخويا بدر تيجي عندك تتبان له شي ميمه ميت لها الراجل لاباس عليها تيقول لك هذيك بغيتها كيجيب لك النمره ديالها شتي النمره النمره كتولي هي تصوني عليه تصرف عليه اقسم بالله الا كتصرف عليه وما تقدرش تقول لا علاش بالسحر اه كتصرف عليه انا عارف الدراري خدمت لهم مش غنقول لك لمي ما تيصرفوا عليهم هذا الشيء راه يعني انا سحرت لواحد السيده عندها اوتيل بلا ما نقول البلاصه فين خدمت لها شاده دري يعني صح ما دري
في عمر 24 سنة، هي في عمرها 34 سنة، ميت لها الراجل، أوطيل بار في فاس، يعني نزيد نقرب أكثر، بار في فاس كتصرف عليها خويا بدر حاليا كيمشي داك الدري بالرونج، الرونج الزرقاء حاليا، حاليا داك الدري كيمشي بالرونج الزرقاء كتصرف عليه، تيجي عندي تيحط لي 10000 درهم حتى ل 20000 درهم فوق الطابلة، تيقول لي شوف أي حاجة قلتها ليها ما تقوليش لا، خاتم هذا الشيء يخدم، شوف خاتم عندها تيجي عندي تيلوح ديالها خاتم ديالو هو قبول، كيكون في الخاتم مورا ما يعني مورا ما كتولي هي ديالو صاحب شو تيجي بعاود حوايج ديالها وتيجي بغي الماء ديال النكاح، الماء ديالها هي فهمتي يعني ملي تيجي مع سمعها تيجي بداك الماء، داك الماء كتخدم عليه، راه ما عمرها ما يقيس يعني ما عمرها ما تعطي صحتها لشي واحد اخر من غيره هو، يعني كتبلوكيها اللي هو كتولي تصرف عليه واحد المواد، ولكن داك السحر راه ما غيبقاش هكاك. يعني هو شنو تيدير؟ كيتجدد، الا ما كيتجددش كل عام في العيد ولا في 27 في رمضان كيتجدد، يعني هادو راه حاجه في رمضان راه كلشي كيتصبط، الاسحار كاملين كيتصبط، ولكن كيتجددوا، اللي ما تجددش راه كيموت ما كيبقاش خدام، حيت الجن كي الشياطين كيتصربطوا كيبقى غير الجن، اللي تيقول لك في رمضان كيتصربط الجن ما كيتصربط في الجن، الشياطين اللي كيتصربطوا، اللي كيتصربطوا الشياطين كيفاش؟ اسمح لي قطعتك واحد السؤال، مثلا شي واحد سحر لشي واحد، مثلا شي واحد سحر لشي واحد، هذاك السحر ما تيبقى مع حياته كامله ولكن ولا تيوصل لواحد الوقيته صافي تيمشي تيوصل؟ انا هادشي اللي تنقول لك، يعني غير العام، عام واحد الا كمل مثلا العام وما جددوش، غير في رمضان في 27 في رمضان الا ما جددوش في ديك 27 في رمضان وما جددوش في العيد، راه ما تيبقاش داك الخادم كيولي ضعيف، يعني لك اكثر الا كان اللي مسحور كيصلي كيضعف داك الخادم خادم السحر تيسحر. لا دابا مثلا بنت تزوجات لواحد، يعني لواحد الدار اللي فيها غير البنات مثلا تيبغيو يسحروا لها باش ما تبقاش معاهم في الدار، كتسحر لها هي راه عارفه شنو تيقول لها السحر، تيقول لها السحر هذا ولكن ما تقلشيش عام، يعني مورا واحد 3 شهور ولا 4 شهور رجعي عندي مثلا ولا عام ورجعي عندي نجددوه، يعني باش يبقى ديما جديد كيجدد. علاش تيجدد؟ هو السحر باش يقوي الخادم ديال السحر، الا ما جددش السحر يقوي به الخادم ديال السحر، الا كانت هي غير كتصلي مثلا كتصلي وكتوضى وهادشي كامل كديروا هادشي ديال الدين كامل شاده نيش يعني داخله الدين بمعنى الكلمه، ما كتفسد ما حتى شي حاجه يعني كي داك الخادم تيضعف تيقول لي رجع عند السحار تيقول لي انا راه ما قديتش على داك الشيء، شنو تيدير داك السحار؟ كيرجع عنده الخادم ديالو حتى كترجع عنده هذه كتقول لي راه ديك السيده راه ما بقاتش يعني ما بقاش داك الشيء خدام، راه ولات بخير، هادشي كيجدد لها السحر، كيولي داك الخادم السحر كيولي داك السحر يعني راه قوي، تيولي هو قوي. هذا هو يعني المعلومه اللي بغيتي نعطي دابا باش الناس يستافدوا منها، تجديد السحر، الا ما تجددش السحر راه ما كيقلش، الا كان بنادم مسحور وكيصلي وكيدير الرقيه راه ما كيضعف داك الجن كيضعف، كيقول يا ربي ها يطلقني يمشي بحال هادشي، هو ما ممكن يتطلق، كيكون مربوط مع السحر، كنربطوه بالعقد اخويا بدر، العقد، العقد كل العقده بجن، شي ملي كدير سبعه د العقد راه كيكونوا سبعه تما، سبعه ديال الجنون كتدخل، سبعه ديال الجنون، كل جن ملي كتصيفط الخادم انه يخدم مثلا دوك العقد القدام كتصيفطهم وكيرجعوا عندك تيقولوا لك راه ما لقيناش هذا، وكيسمعوا الصوت ديالو كما قلت لك في اللايف في الاول، ما كيسمعوا الصوت ديالو وما كيشوفوه، كيسمعوا الخطوات ديالو وما كيشوفوش، كتصيفط عنده الملوك، الملوك ملي كتصيفطهم كيتسناو الغفله، الغفله ملي كيتسناو الملوك حتى هما، انا غنعطيك الغفله اللي كيتسناو الملوك حتى هي يستافد منها بنادم، اللي كيزقل العصر ما كيصليش العصر في الوقت، واللي ما تيقولش بسم الله لاي حاجه خليها، واللي تيدخل الطواليت وما تيسبقش رجليه اليسريه وما تيقولش اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، الشيء غير كيقول هذه الجن ما كيبقاش تما نهائيا، واخا يكون من العفاريش ما كيقدرش يبقى تما، ما غيشوفش العوره ديالك، هادو هما يعني الحوايج اللي كيتسنى الجن انك تزقل فيهم، زقلتي العصر راك شاغيه العصر، زقلتي العصر مشيتي، يعني الملوك كيتسناو الغفله راه يضربوه يطيروه ماشي يسحروه. هادشي اللي كاين اخويا بدر، كاين شي سؤال اخر؟ كاين واحد سول، مرحبا. سؤال انا نشوف الناس في لي كومونتير الاخوان، عندكم شي سؤال؟ اللي عنده شي سؤال يكتبوا دابا عفاكم. كيفاش ممكن نبطلوا السحر؟
السحر كيتصبط للبروقية الشرعية. أول حاجة خصو يتلقى داك السحر، إلا كان السحر مأكول خصو يعني يقيد يخرج بالرقية الشرعية. الماء لما كيكون مرقي وتتبع الرقية الشرعية، غتبعها من الأول حتى الآخر، يعني يقدر يعني الحصة الأولى الثانية الثالثة حتى كيأثر في داك الجين تيخرج، حيت كاين الجين اللي تيبان في 5 أيام، كاين اللي تيبان في 10 أيام، كاين اللي تيبان في نهار، على حسب. دابا ملي تيدير لها الرقية تيخرج داك السحر، ما كيبقاش الجين مخبي تحت داك السحر. داك السحر إلا كان مخبي الجين تحت السحر، القرآن ما كيوصلش للوسخ، دخلش الوسخ. وهذه راه يعني راه باينه. الجين كيكون مثلا السحر الماكول كيكون في المعده، تيكون السحر في المعده الوسخ ما تيدخلش ليه القران، تيكون مخبي تما في السحر. الا دار الا الا, إلا رد داك الشيء كامل داك الوسخ تيخرج الجين ديريكت، يعذبو تيخرج تيخرج. ولكن خصها ديما تبقى على وضوء، ديما تكون كتصلي ومتقيه الله وتقرا يعني الرقيه الشرعيه، تبقى تقرا كل ليله اكثر يا ايات الكرسي. اوكي قال لك واحد السؤال، واش اللي حمقوا الجين في حالة انه اللي حمقوا السحر على ما اظن السحور، واش الا تفك داك السحور غيرجع لعادته القديمة، ترجع عادي كما كان؟ الا تحيد له داك السحر غيرجع لعادته القديمة، وخصو يتبع الرقية ويتبع يعني كيأثر فيه داك الجين، حيت الجين تيمشي للدماغ. كاين اللي كيخرج له في التحاليل بان راه حمق، كاين اللي شي يدير سكانير تيقولوا له هذا راه صافي طار له الفريخ، هذاك راه ما طارلوش الفريخ، الجن تيلعب بلي سكانير. هادشي راه يعني قليل اللي تيعرف هاد الحوايج هادو. راه قلت انا شي اسرار دابا حاليا راه يعني شنقول لك، ما نعرف واش نصبحوا ولا ما نصبحوش. الجن تيعطيك في السكانير بان تيعطيك في السكانير بان راه السيد هذا حماق مريض، تيعطيوه في الدوايات وتيشربوه، هو راه ما حمق ما والو. النهار اللي كيخرج داك الجين كيولي الانسان للطبيعه ديالو، ولكن كيجلس واحد المده ديال شهر وهو متبع الرقيه الشرعيه، يقدر يجلس حتى 3 شهور. مورا ديك 3 شهور كيولي بخير، الا كان حتى هو رجع كيصلي ومتقي الله راه كيولي بخير. واخا كاين واحد السؤال تيقول لك، كيفاش كيتبطل تقاف؟ تقاف الا كان في الذكر ديال 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 البنت ديال الدري ولا البنت مثلا، وقع لها داك المشكل. انا وقع لي داك المشكل حيت انا فايت ليه، وقع لي يعني فايت لي خطبت واحد السيده، وملي تنقرب عندها خويا بدر عرف شي يعني التحت ديالها كيبغي يخرج من بلاصتو، كيترعد كيبغي يخرج من بلاصتو، وانا الجن اللي كان يعني الجن اللي كان داير لي داك الشيء باش ما نتزوجش كاع نهائيا. بالنسبه لي وقع له داك اللي وقع له داك المشكل، كيكون يعني الجن هو اللي خادم داك الشيء. الا مشى عند السحار كاين اللي تيحيدو بالفاس، كاين اللي تيحيدو بسميتو بالصفيحه، كل واحد باش تيحيدو هادو في السحاره تيتحيد داك الشيء. تيتحيد في السحار، ولكن احسن الرقيه الشرعيه، كيتحيد بالرقيه الشرعيه. تيتحيد تيقرأ تيتحيد بالرقية الشرعية، وتيعطيه الماء تيدوش بداك الماء ديال الرقية الشرعية، وتيقرأ شي آيات، كيعطيه شي آيات يقرأهم، وتيدير الماء في واحد طاسة هكا. ومهم الحوايج اللي تيعطيه الراقي باش يديرهم يتنقى من داك السحر. وي قال لك واش يمكن من الإنس يولد من الجن يولد من الإنس؟ حيت نقول لك هادي زوين، هادي اللي نسيت قبيلات اللي بغيت نقول لكم نسيت. هادي زوين، هذا اللي سولات سؤال باينه فيها تيفكر في الجن بزاف، وما ننصحكش تدخل لهاد العالم، يعني سول ورجع للور. هاد السؤال ديال واش الجن تيولد من الانس، كاينه شي وحده دابا خرجوا شي عيالات تنشوفهم انا في يعني في فيسبوك وفي اليوتيوب، شي تقول لك انا راه حامله من الجن، كي دارت لها هي حامله من الجن؟ كيفاش زعما؟ انا ما فهمتش كيفاش. الحيوانات المنويه ديال الانس ماشي هي الحيوانات المنويه ديال الجين. الجين تنقول لهم يعني الجنيه كتحمل عامين عاد كتولد، المراه كتحمل 9 شهور. كيفاش هما كيفاش هادي ديال كتولد الجين كيولد من الانس والانس كيولد من الجين؟ هادي راه غير قصه اخترعوها السحاره واخترعوها الناس اللي كيوهموا عباد الله بان ما كايناش. هادي كي الا قال لك شي واحد كاينه يعني غير كذب عليك، راه ما يمكنش الجن يولد مع الانس، هذيك راه ما كايناش كاع نهائيا، راه ما يقدرش. كيفاش كيديروا يعني النكاح باش يولدوا مثلا؟ يعني الجن بطريقه والانس بطريقه، بلا ما نقول الطرق،
يعني بلا ما نقول الطرق، الطريقه ديال 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 الانس ماشي هي ديال الجن، حيت الجن بالطرق ديالو، يعني الطرق ديالو راه ما يمكنش، يعني في رجليه راه ما يمكنش، يعني رجليه يعني كما خلق الله راه ما يمكنش. عندك الصح. كاين واحد يعني هو في شكل هما تيكون الراس ديالهم كبير على الصحه، يعني في الشكل ديالهم. انا فايت ليا سولت سولت جيني على الشكل ديالهم، يعني الشكل ديالهم كي دايرين بحالنا بحالهم بحالنا بحالهم، حتى هما بحال البشر، ولكن هما حاجه واحده، الراس ديالهم شي كبير تيكون كبير على الصحه، على الصحه الاخرى، والودنين ما تيكونوش بحال ديال البشر، تيكونوا الودنين بحال ديال القط، ولا تيكونوا مجبدين بحال دوك الفضائيين، بحال دوك الودنين ديال الفضائيين، هادو في الودنين. في النيف تيجي هو النيف في الوسط بحالنا، ولكن تيكون يعني مدور، النيف مدور. وفي الفم راه تيكون بحال ديالنا، ولكن بشكل اليدين تيكونوا عندهم هما يعني اطفار كبار بزاف. وفي الرجلين، في المشيه ديال الرجلين، هما الرجلين عندهم مقمشين، ما تيمشيوش بالمشيه بحال العباد، بحال البشر تينقزو، هما كاين اللي تينقز، كاين اللي تيروي واحد المشيه بحال اللي تيلعب ديك الشرطه اللي تيلعبوا البنات، البنات صغار هكا تيلعبوا هكا دايره المشيه ديالو، هذيك هي المشيه ديالهم الاصليه ديال الجين. اختي سهام راه جاوبك، قال لك بالرقيه الشرعيه، انه قال لك واحد قال لي راه عندي التقاف وعندي التوكل كيندير نحيد هذا الشيء بالرقيه الشرعيه. راه جاوبك على السؤال، كاين واحد السؤال اخر. الرقيه الشرعيه احسن 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 حاجه، بلا ما تمشي عند شي واحد ويقول انا نحيد لك وندير لك ونفعل لك. انا راه فيا اللي حيد هذاك الشيء في شهر، ولكن واحد المده غيولي داك الشيء لبلاصتو، يعني من الاحسن دير الرقيه. قال لك هذاك الشيء راه سهل تحيدو بالسحر. بزاف ديال الناس قال لك شي علامات يبينوا بانهم مسكونين فيهم الجن او لا مسحورين، شي علامات يكتشفوها في راسهم بانهم فيهم الجن ولا يا اما فيهم الجن يا اما مسحورين. هذا سؤال، يعني باش تعرف راسك راك مسحور، يا مسحور يا مسكون. بزاف يعني ها بالنسبه اللي باش يعرف راسو مسحور، يعني في الريحه ديال يعني ديال الجسد ديالو كتكون يعني قاصحه بزاف، الريحه خانزه شويه، كتكون ماشي بحال الريحه اللي كتكون فيها في الاول، ملي تيعرق هكا تتكون الريحه ديال العرق ديالو يعني خانزه بزاف، يعني واحد الريحه في شكل هذاك تيكون يعني 200% يعني واكل السحر توكل، هذاك تيكون توكل. باش تعرف جن بان راك راه مسكون، يعني كاين اللي تيعرفوا اي بالرقيه الشرعيه، كتقرا مثلا تيقرا شي واحد حداك القران، كاين اللي ما تيبانش بالقران ولكن شي خرج عندك بالليل، يعني تيمنعك من الزواج، كتكون في عمرك 30 سنه وباقي ما تزوجتيش مثلا، كيكونوا بزاف ديال الحوايج تعرف بهم بان راك مسكون، يعني غيدوز يعني من حدا شي مثلا شي واحد هكا متقي الله وسميشو، يعني كتشدك بحال التبوريشه. يعني عرف راسك راك مسكون، و تيكون يعني الجسد ديالك ديما بارد، ديما فيك البرد، هذاك عرفوا راه مسكون، الجسد ديالو تيكون ديما بصحته ديما بارد، وخا الصيف خصو هو يلبس شي كبوط ولا شي حاجه، يعني تيكون بارد. هذاك تيكون من الجن، يعني الجن تيطلع في الجسد ديالو، والجن يعني هما فيهم واحد يعني الا سلم عليك جني تيكون يديه بحال الا خرجها من الفريغو. تيكونوا هما باردين بزاف. تشكرك بزاف، انا ما كرهتش تطلع معايا شي مره اخرى، ناس اخرين تنتمنى شي نهار تعاود تطلع معايا ان شاء الله خويا بدر، الى بقينا في الحياه ان شاء الله. مرحبا، علاش لا، انا يعني كنتمنى يعني الخير، احنا ما يعني ما بغينا من هذا الشيء حتى شي حاجه، احنا بغينا نوعيو الناس لا غير، يعني الناس يوعاو. كاينين لا دابا حاليا اقسم بالله كاينه اكثر من 50 واحد في الدراري صحابي، اكثر من 50 واحد الناس اللي تيعرفوني واللي عارفيني، يعني مورا ما طلعت في اللايف داك النهار كانوا داخلين كاملين تيقولك لا دخل وقول، يعني عطينا الصحيح حيت كنصحهم، راه كاينين الدراري دابا حاليا كيتفرجوا كاملين، وما يعني الا كنت انا كذبت ونبغيهم كاملين يديروا لي كومونتير، والا كنت انا كذبت في هذا الشيء اللي قلت كامل، حيت هما حاضرين معايا، وكاين يعني واحد الدري يعني هو عارف كل شيء، يعني تنعاود ليه كل شيء، راه غيكتب لكم دابا في كومونتير، وما نبغيش شي واحد يصيفط لي على اساس انني نخدم له شي حاجه ولا بغى يستافد مني في شي حاجه، مرحبا، اما باش يصيفط ليه باش يعطيه النمره ديالي نخدم ليه ولا نسحر ليه، راه ما نديرش داك الشيء. انا الحمد لله نتمنى من الله، انا
ما يعطيش النمره يعني دوي هو غايقول لكم يعني شنو كاين دابا حاليا. الا كان سميتو راه غادي يطلع لكم في كومونتير راه يكتب بان راه داك الشيء فري ولا كذوب. يعني هو راه ما غاديش يكذب يعني انسان متقي الله هو راه شايف كل شيء. وان شاء الله كن في هذه السيمانه هذه غادي نشد طريق الله ونتمناو من الله الخير هادشي اللي كاين. يعني واخا نعرف الموت اخويا بدر هذه المره غادي نشد طريق ربي يعينو على الهدايه باش ما نبقاش في الطريق كلشي دايما حيت صافي وصلت لي العظم ان شاء الله. وفات مورا ان شاء الله دوز هاد السيمانه هادي يعني نطلع معاك في اللايف حيت غنكون شاد طريق الله. راه غادي يوقعوا بزاف الحوايج ودوك الحوايج نبغي نعاودهم كاملين يعني باش يعني نتبعوا القصه ديالي من الاول حتى الاخر باش اللي بغى الجنه الجنه اللي بغى جهنم يمشي ليها. شكرا لك اخويا بدر واسمح لي بالعكس شكرا لك ان شاء الله انا عطيتني هذه النصائح هذو. مرحبا اخويا بدر الله يحفظك تبارك الله عليك.